بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناتي. اللي أول مرة يشوف فيديوهاتي، أنا منى ثروت، مصممة اكسسوارات، بشكل السلك النحاس، وبدأنا من فترة فيديوهات تعليمية لتشكيل السلك النحاس. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم أصدقائي. ورشتنا النهاردة تكملة الورشة سابقة، اشتغلنا الأسورة دي مع بعض قبل كده، وانا بحب اعمل زي طقم الاسورة مع خاتم. هنعمل خاتم للاسورة دي من نفس السلك الالومنيوم الفضي مع نفس الاحجار الجاد. فهناخد جزء من سلك الالومنيوم 1.5 ملي بالشكل ده. انا هعمل خاتم يعني يشبه شوية للاسورة، فهاخد جزء كده من السلك وابتدي اشكله خاتم مناسب للاسورة بتاعتي. هظبطه برضو بنفس الشكل، بس هنا هضيق هنا الجزء ده مش زي الاسورة. اللي شاف معايا الاسورة، اللي ما شافهاش هحط لكم اللينك بتاعها بتاع الفيديو بتاعها في الديسكريبشن بوكس، صندوق الوصف بيبقى تحت الفيديو سهم اسود على اليمين. اي حاجة تخص الفيديو اللي احنا فيه النهاردة او بنتكلم فيه وتفيدنا فيه بحطها في صندوق الوصف ده، فحط لكم لينك الاسورة. طبعا السلك الالومنيوم شغال انا بسلك 1.5 ملي وكمان معاه 1 ملي واحجار الجاد. فهاجي هنا هبتدي اثبت السلك بتاعي بالشكل ده. طبعا الشغل بالملي غير الشغل بنص ملي. ده اتقل طبعا في الشغل وشكله مختلف، فلازم اخلي بالي ويبقى في تناسق اكتر في لفة السلك بالشكل ده. هنعمل التصميم كده، بثبت شغلي كويس. بعد كده يعني الجزء ده انا هلف هنا بس كده سلك، بعد كده هثبت حجر. بالعرض هثبت السلك بتاعي مرة تانية كده. ودايما اخلي اظبط السلك بتاعي جنب بعضه كده عشان ادي شكل حلو للخاتم. مش لفة سلك بثبت بيها بس، لا، بتبقى لفة السلك جزء من التصميم، مينفعش الف بأي شكل وخلاص. الناس اللي سألت على سلك الألومنيوم، أنا بشتغل بيه أهو بقالي فترة ولابسة منه، بستخدمه في المية عشان أعمل اختبار عليه. بظبط التقفيلات بتاعتي بتاعت أطراف السلك دي، مهمة جداً.
حول طبعا لفات السلك هنا تبقى هي نفس العدد، يعني انا هنا عاملة 4 يبقى هنا 4 برضو عشان الشكل بتاعي يبقى مظبوط. ودايما بالقصافة او بالزرادية دي بلمهم جنب بعضهم كده عشان يبقى شكلهم مرصوص شكل كويس، ما يبقوش منعكشين بالشكل ده. اظبط شغلي اشده كويس. الحاجات دي كلها بتبقى التكات بتفرق قوي في التشطيب زي ما انتوا شايفين كده. لازم الشكل تبقى العين مرتاحاله، ما يبقاش اي لف والسلام او اي تثبيت للحجر بس بدون تثبيت للسلك بتاعي. هاجي هنا عايزة اعمل ضم كده شوية للسلك عشان الخاتم. طبعا ما قلتش العدة بتاعتنا، دخلت في الشغل على طول. طبعا القصافة الزرادية الخشنة والزرادية الناعمة دايما بظبط بيها المبرومة، كمان عمود الخواتم. هشوف بقى انا عايزة البس الخاتم الحجر بتاعي يبقى هنا واطلع بباقي اللفة على فوق ولا العكس كده مثلا، على حسب ما انا عايزة الف الحجر بتاعي هبتدي اظبط مقاسي وابتدي اشتغل. عايزة بس اضم كده عشان اعمل شكل. للخاتم هنعمله خاتم مفتوح. السلك الالومنيوم الملي ونص تخين اكتر من، يعني كثافته اعلى كده من الذهبي. مش عارفة اعمله على الصباع ده احسن. هروح على المقاس شوية. هنيجي في نهاية الطرف بتاع الخاتم. عايزة اعمله شكل حلو كده، عايزة يبقى ظاهر زي ما انتم شايفين هيبقى كده. ممكن نعمل اي شكل هنا. انا عايزة بس الخاتم يبقى الحجر يبقى هنا على السنتر. بالشكل ده وهكمل لفة. بالشكل ده ممكن اعملهم الاثنين في نفس الاتجاه. ممكن اعمل اللفة في الاتجاه المعاكس هتديني شكل برضو مختلف. ازرمها شوية عشان يبقوا شبه بعض. بس كده مش عايز اطول وقت الفيديو عليكم. هو يبقى التصميم بس كده مش اكتر، لكن طبعا لازم اظبط الشكل بتاعي اكتر. بس هيبقى الشكل النهائي كده.
يا رب يكون تصميم حلو وسهل ويعجبكم الشكل نفسه. هو بس هيبقى كده، ابعدهم اقربهم، يعني التكات الصغيرة دي بتفرق بين تصميم والتاني، بس النتيجة في الاخر هتبقى زي ما انتوا شايفين كده. طبعا ما خدش وقت خالص، الشغل بالملي ونص حلو، بيدي شكل كويس. انا بس هرحلها بس كده واظبطها اكتر، مش عايزة اطول وقت الفيديو، اظبطها بس بسيط كده عشان اديكم الشكل النهائي قبل ما اقفل الفيديو. هيبقى بالشكل ده، وده كان شغلنا في الطقم الاسورة مع الخاتم باللون الفضي بسلك الالومنيوم واحجار الجاد بالشكل ده. يا رب يعجبكم ويكون سهل وبسيط، ومتشكرة قوي لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب اكون قدرت افيدكم، ولو عجبكم الفيديو ده يا ريت لايك وشير للفيديو واشتراك للقناة، وما تنسوش تفعلوا رمز الجرس عشان يوصلكم كل جديد.